السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين كرام متابعي قناة من الآخر. خلاص معكم محمد نور الدين. ترتيب فرق الدوري القطري، دور نجوم قطر وترتيب الهدافين بعد انتهاء الجولة الخامسة من الدوري القطري اليوم الأربعاء 31/8/2022. متابعين الكرام، بعتذر لحضراتكم جدا ما عملتش فيديو أمس الثلاثاء وقبل أمس الاثنين بعد انتهاء المباريات بسبب مرضي، يعني الحمد لله على كل حال. متابعين الكرام، لأول مرة تزور القناة انزل اشترك في القناة بضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو مكتوب عليه اشتراك سبسكرايب، اعمل لايك للفيديو وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد باستمرار بإذن الله تعالى. اليوم الأهلي تعادل أمام الغرافة 3-3، أحرز هدف الأهلي علي أحمد قدري في الدقيقة 37 وسفيان هاني في الدقيقة 39 ومحمد حسين كنعاني في الدقيقة 63. أهداف الغرافة عن طريق اللاعب فضل الله في الدقيقة 24، إسحاق بالفضيل في الدقيقة 85، طب لحظة، واللاعب ياسين ابراهيم يسجل ضربة جزاء في الدقيقة 91. طبعا هو الهدف متكرر مش أكتر. متابعين الكرام، العربي خسر من الدحيل 0-3، أحرز ده في الدحيل اللاعب السليتي في الدقيقة 9، أو عبد الله السليتي سجل هدف مرمى بيلعب للعربي في الدقيقة 9. الهدف الثاني الهدف الثاني للدحيل عن طريق اللاعب نام تايهي في الدقيقة 52، الهدف الثالث عن طريق مايكل لونغام ضربة جزاء في الدقيقة 75. متابعين الكرام، بالنسبة ليوم الاثنين 29/8/2022 بدأت الجولة الخامسة، الوكرة تعادلت أمام المرخية 0-0، قطر فازت على الشمال 1-0، أحرز الهدف عبد الرحمن الجسم في الدقيقة 42. أمس الثلاثاء 30/8 مصلال تعادل أمام الريان 0-0 والسلية خسر من السد 1-2، أحرز هدف السلية كارلوس ستراندبرغ في الدقيقة الأولى من نقطة الضعف في الشوط الأول، والهدف الهدفين السد عن طريق أندريا أيو في الدقيقة 17 وبغداد بنجاح في الدقيقة 65. خلينا نتعرف على ترتيب فرق الدوري القطري وترتيب الهدافين بعد انتهاء الجولة الخامسة. متابعين الكرام، متصدر الدوري العربي المركز الأول ب 12 نقطة، الوكرة المركز الثاني ب 11 نقطة، الدحيل المركز الثالث ب 10 نقاط، الأهلي المركز الرابع ب 8 نقاط، الغرافة المركز الرابع مكرر ب 8 نقاط، السد المركز السادس ب 7 نقاط، قطر المركز السابع ب 7 نقاط، الشمال المركز الثامن ب 6 نقاط، المرخية المركز التاسع ب 5 نقاط، أم صلال المركز العاشر ب 5 نقاط، السلية المركز 11 ب 3 نقاط، والريان المركز 12 والأخير بنقطة واحدة. بالنسبة لترتيب الهدافين، متصدر الهدافين لاعب جيلسون لاعب الوكر المركز الأول ب6 أهداف، المركز الثاني ياسين إبراهيم لاعب الغرافة ب4 أهداف، والمركز الثالث بغداد بنجاح لاعب السد ب3 أهداف، وأيمن حسين لاعب المرخية، ومحمد حسين كنعاني لاعب الأهلي، ويوسف المسكني لاعب العربي، ويزن نعيمات لاعب الأهلي، والمركز الرابع بهدفين كارلوس ستراندبرغ لاعب السلية، وجوليرمي توريس لاعب السد، وإسحاق بالفضيل لاعب الغرافة، وجوا كارلوس لاعب مصلال، ومايكل أولونغا لاعب الدحيل، ورودريجو تباتا لاعب السد، وسفيان هاني لاعب الأهلي، ونام تايهي لاعب الدحيل، وياسين بامو لاعب الشمال، ويهان بولي لاعب الريان، ومحمد سيد لاعب الشمال. عندنا مهند علي ميمي لاعب السلية عنده هدف، وعبد الرحمن الجسم لاعب قطر، وغرت حمرون لاعب المرخية، وخالد محمد لاعب الدحيل، ونصر اليزيد لاعب الدحيل، وترند ساينس بري لاعب الوكرة، ويوسف حافظ لاعب الدحيل. بالنسبة لمتصدر صناعة الأهداف، في المركز الأول لاعب يوغرت حمرون لاعب مرخية صنع 3 أهداف، المركز الثاني سانتي كازورلا لاعب السد صنع 2، وعبد الرشيد عمر لاعب الأهلي، وإتميل سون جونيور لاعب تحيل، ويونيس لاعب السلية، وجينوسين كوجيا لاعب مصلل، وياسين إبراهيم لاعب الغرفة. اشترك في القناة فعل زر الجرس، اعمل لايك للفيديو، بعتذر مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.